من الوصفات الشتوية المميزة المصابيب، طبعا تتسوى ميني وتتسوى كبيرة لتنسكب بالملعقة. اليوم بسويها ميني لأني مشتهيتها، معجون شدر وعسل. طبعا هي الأصل توكل مع سمن وعسل أو مع كشنة بصل وشغلات زي كذا. تعالوا نشوف طريقتي، طبعا كل بيت له طريقته بس تقريبا الطرق متقاربة. شو الصوت اللي صاحي من النوم شوي يعني؟ ها صحيح من النوم. طيب في ناس تضيف لها خميرة وناس ما تضيف لها خميرة، هذا شيء يرجع لك. أنا ما راح أضيف لها خميرة، وفي ناس تسويها بيض وناس بدون، كل وطريقته. عندي دقيق بر استخدمته أبو صقر، عندي بيكنج باودر، زيت زيتون أو زيت عادي، كركم، ملح، ممكن تستغنين عن الكركم، حليب بودرة وسكر وبيضة وموية. الكشنة المالحة ما ينحط لها سكر. بضيف تقريبا كل المكونات ما عدا الدقيق والبيكنج باودر. هنا عندي الدقيق، طبعا البر، في ناس تحط ابيض بر بس طبعا هي الاصل في بالبر. حطيت البيكنج باودر وراح اضيف اللي انا خلطته بالخلاط، واخلط كل هذه المكونات مع بعض لين تتجانس. انا جزء من المويه خليته على جنب لاني ما احب احطها كلها، شلت تقريبا حول نص كاس الى ربع كاس على جنب، لو احتاج ازيد. هذا هو قاعدة أزيد منه لين أحس القوام المطلوب. بتشوفون القوام معاي بعد شوي، شوفوا هذا القوام تقريبا اللي حنا نبيه. استأكد ما فيها أي كلاكيع ولا شيء، شايفين هذا القوام. القوام الثانية اللي نصبها بالملعقة وتكون كبيرة أخف من هذا، أخف من هذا شوي، عرفتوا؟ الحين مناسب حق الميني. بغطيه وخليه تقريبا حول العشر دقايق ونرجع له. يا جماعة بتبدأ الفقاعات بالظهور، بتصير كلها فقاعات، بعدين راح نقلبها إذا طلعت الفقاقيع.